اما بالنسبه للاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، فالنهارده مكتبه اسكندريه هتنظم ندوه عن الكتابات الادبيه النسويه، كمان النهارده مؤتمر صحفي لتقديم البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الاولمبي، ده غير انه في ماتشات مهمه جدا في الجوله 30 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار هتنظم ندوة الأدب النسوي والجوائز، وده هيكون الساعة 6 بالليل بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب. الندوة هتتكلم عن عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بالكتابات الأدبية المتعلقة بالمرأة. كمان النهاردة هيعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤتمر صحفي الساعة 2 الظهر لتقديم البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، وده بعد ما أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع ميكالي وثلاثة من مساعديه لقيادة المنتخب الأولمبي خلال المرحلة اللي جاية. بالنسبة لماتشات الدوري النهاردة، في ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي سموحة مع فيوتشر الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي المقاولين مع الجونة، والساعة 9 بالليل هيلتقي الأهلي مع المصري. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في كأس السوبر الأوروبي اللي بتجمع ما بين ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا مع إنتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي الساعة 9 بالليل.